اول عمره كانت وانت بقى في سن الرشد كده وواعي ليها و... ما انا مش عارف انا وصلت سن الرشد ده ولا يعني انا بص يعني اول عمره والله بص اقول لك في عمره انا فاكرها اللي هي كان نفسي امسك باب الكعبه وكان على طول بيبقى زحمه وكده وكل يوم اقول ايه انا هروح وادعي يوم مسلم النهارده فلاقي الدنيا زحمه فخلاص بقى بكره مسافرين واخر يوم فرحت اقول كده ايه قلت يا رب انا ماشي بكره ونفسي قسما بالله ما اعرفش ازاي حسيتك ان في حاجه كده بتزقني وفجاه في الزحمه دي كل حاجه اتفتحت قدامي فجاه لقيت بقيت نفسي ماسك الباب ورحت معيط